حسن شاكوش دفع فلوس دفع فلوس لبعض ولا الواحد؟ سيبيني عشان في تحقيقات، انا في تحقيقات دلوقتي دايره. دفعت لمين يا حسن يا شاكوش؟ اعترف. ايه ده؟ الو، يا مساء الفل، مساء النور يا استاذه انجي، ايه ازيك؟ الاخبار؟ دفعت لمين يا حسن؟ اعترف. لا لا انت عامل مشاكل النقيب، ليه يا سيادة حسن؟ النقيب، سيادة النقيب عارف والله. انت سيادة عامل النقيب مشاكل ليه يعني؟ انت التفاتير كلها عنده دلوقتي. المؤتمر اللي فات كان لا اللي حرام، اتعمل هو في مش عامل الاوتيل اي مشاكل، كان فيه حرام، هو مشكلة مش كبيرة. حسن شاكوش ضحية. حسن شاكوش مش عامل اي مشاكل. اقول لك حسن على شاكوش حاجة انجي، اتفضل اتفضل. سيادة النقيب عندك اهو، الاستاذ مصطفى كامل من قبل ما يمسك، وهو عارف ان انا اخوه الصغير، وكنت بروح له زيارات البيت عنده وعياله شخصيا، اخواتي واصحابي، بعيد بقى عن ان هو مسك دلوقتي وبعيد عن الكلام ده، هو اكتر واحد عارف ان كانت الدنيا كانت مش مظبوطه خالص يا انجي، يعني كانت مش مظبوطه خالص. وكل ده يعني احنا كنا بنشتغل، كنا عشان نشتغل كان بالامر، مين اللي كان بيأمرك؟ ناس بقى هو عارف، هو جوه عارف مجلس إدارة جوه المجلس، النقابة؟ جوه المجلس طبعا، كانوا بيقولوا جوه لك المجلس. ايه؟ يعني بيعملوا معاك ايه؟ يقولوا لك ايه؟ مفيش انت هتدفع كذا يا اما مش هتشتغل، انت هتدفع كذا يا اما مش هتشتغل. بس انت انت زعلت، انت برضو زعلت عازف الايقاع برضو لا لا، بالكلام اللي انت قلته؟ انا وضحت، لا انا وضحت لسيادة النقيب الاستاذ مصطفى كامل انا كان قصدي ايه، انما هم وسيادة النقيب سمع وعرف ان انا مش قصدي حاجه، انت يعني انما ما غلطتش المجموعه خالص في الثانيه. حقهم يا حسن بصراحة؟ لا ما طب غلطتش. استني، لا استنى يا حسن، استنى بس بعد اذنك. بص اتفضل. يا انجي، انا قلت لك كل ابن ادم خطاء، خطاء بالظبط. انا ممكن نفسي وانا في مؤتمر زي اللي كنت فيه النهارده اتلفظ لفظ غصب عني، يعني انا مثلا المره اللي فاتت في المؤتمر رفع المعاشات انا جاي بقرارات ثوريه انا ومجلسي، فلقيت هوجه وحاله هرج ومرج وبتاع، فغصب عني وقفت قلت لهم بس بقى، يعني جات لي لحظايا انا متوتر ومجلسي متوتر وبنحارب، بنحارب عصابه، تشكيل عصابي اجرامي داخل النقابه، فانا جاي للدرجه دي الوضع؟ يعني معقوله للدرجه انا دي؟ الوضع بدون ما ابالغ معاك. ايوه 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 بكل ما تحمل كلمه من معنى. ايوه في تشكيلات لو ما تسمعي تتخضي. بس اكيد ده ما طيب كانش انا يعرف لغايه عنها حاجه. بالليل هاني شاكر لغايه مستحيل يقبل حاجه زي كده، معلش ما كانش يعرف بقى، ما هو الراجل مش مستحيل متابع. يقبل انا حاجه بقول زي لك كده. انا لغايه بالليل امبارح انا المفروض انام عشان عندي النهارده الاجتماع ده المؤتمر. كان اجتماع مهم جدا، وعايز اوصل رساله لاخواتي فيه، الناس الموهوبه دي اللي هي استسهلت بعض الطرق عشان للمكسب، خلاص كسبنا، خلاص ربحنا، خلاص اتحبيته، من فضلك اضبط. التزم. لا مضيت استنيني بس، وبصمت يا حسن. استنيني بس عشان طيب. في حاجه حسن ما يعرفهاش. ماشي. امبارح حسن لما كلمته قلت له يا حسن انا احتمال اجيب الاستاذ سعيد الارتيست تاني وفئه تمثل عازفي الايقاع في مصر عشان خاطر، قال لي يا استاذ مصطفى انا اروح لواحد واحد بيته، انا طلعت مني غصب عني. فالراجل ده لما قال العباره دي كان في مطرب اخطا فيه، هم اخطاوا في بعض، في خلاص طلعت منه، هي طلعت بشكل خطا بس خطا مقصود او غير مقصود. خدي بقى المفاجاه الكبيره جدا، ان انا امبارح لغايه 4 الفجر مع اخويا وصديقي الاستاذ سعيد الارتيست، يا سعده انا مستنيك بكره عشان حسن ابنك ونقف جنب بعض، اقسم بالله العظيم ان سعيد الارتيست وعازف الايقاع قالوا لي يا استاذ يكفينا ان حسن قال ان فعلا كان متاخد منه مبلغ، وهو ده كانت الشبهه اللي بنتكلم فيها، واحنا واثقين في نقيبنا جدا ومن غير اي اعتذار. قلت له طب تعالوا نتصور مع حسن ونقول له انت ابننا وانت اخونا، قال لي هو ابننا وهو اخونا، ده كلام سعيد الارتيست ليا الساعه 4 الفجر، ان ولا حاجه، احنا كنا عايزين نتاكد ان ظننا ما كانش ظن مخيب. تمام. حسن انت اول مره اعتقد تسمع القصه، والله يا دي حسن ما يعرف ده، ما تعرفش القصه لا دي. لا انا ما اعرفش دي والله، من سياده النقيب هو كان كلامه مع الاستاذ سعيد الارتيست، طبعا دي حاجه ما بينهم، انا ما اعرفش اي حاجه. بس هو كل الكلام اللي بيقوله سياده النقيب دلوقتي هو ده حصل، ودي الحاجات اللي كانت. بس هقول لك على حاجه انجي، يعني انا كنت حاسس ان كان ان هم كانوا حاطين لي، يعني سياده النقيب استاذ مصطفى كامل لما جابنا وحضرت واتكلمنا في القصه استجاب
والاستاذ سعيد الارتيست استجاب من سياده النقيب والكلام ده. الموضوع حسيت ان هو خلاص الموضوع بقى سهل جدا والكلام ده. انما المجموعه كان في ناس الاولانيين كل لما اجي اقول يا جماعه وعملت كذا فيديو ان انا بتاسف وان انا مش قصدي انتوا وان انتوا بس، لا انا كنت حاسس ان هم حاطين الاستاذ سعيد الارتيست اللي هو لا اللي هو لا مش ما فيش اي اسف ما فيش اي حاجه هتتقبل ما فيش ما فيش ما فيش كنت حاسس ان في مجموعه من النقابه اللي هم حاطينه اللي هو ما تعتذرش ولا تقبل اي اسف لغايه اما ايه احنا نقفش عليه في اي فلوس او في اي رقم. انت حسيت انك اتظلمت يا حسن؟ انا اتظلمت طبعا. 10 شهور، 10 شهور انت بتتكلمي في 10 شهور في اوج حالات نجاحه. لما يكون واحد ربنا اراد له الخير من اوسع الابواب وانت تيجي لما تكوني كبيره. انا حتى لو موجود في الوقت ده انا كعضو مجلس، يعني مش قصدي انا برضو ما حدش حرف كلامي، لان هيظل هاني شاكر اخويا وصاحب عمري وحبيبي بس انا مش عارفه ليه حاسه انه هاني شاكر اتظلم بسبب موضوع حسن شاكوش. معلش ما هو الظلم حسن ضميرك مش مأنبك؟ مش حاسس انه هاني شاكر قدم استقالته بسببك؟ هو الاستاذ هاني شاكر طبعا على دماغي وحد طبعا احنا ككلنا بنتشرف بيه، بس انا برضو هو ممكن يكون الاستاذ هاني شاكر ما كانش يعرف ايه اللي بيتلعب من تحت الترابيزه. هل ده فخ اتعمل لهاني شاكر؟ هو هقول لك على حاجه، هو فخ وفي نفس الوقت الله اعلم. بس انا كنت اللي انا حاسه ان الاستاذ هاني شاكر ما كانش يعرف عن الكلام اللي احنا بنتكلمه ده خالص اطلاقا. طب ما حاولتش تقول له؟ ما احنا اصلا ما كناش بنعرف نوصل له. ما احنا ما كناش بنعرف نوصل له اصلا. احنا ما كناش بنعرف نوصل. تقول ايه لهاني شاكر النهارده يا حسن؟ اقول له ربنا يكرمك في حياتك اللي جايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه بقى في شغله ويكرمه ان شاء الله في الايام الجايه دي ان شاء الله، بعيد بقى عن النقابه، لان النقابه هو الفتره اللي مسك فيها النقابه بعدته كتير تماما عن شغله الحقيقي.